إذن الزميل عبد الستار بركات مراسل القارة الإخبارية من أثينا ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة. أهلا بك عبد الستار. إذن ميتسوتاكيس يقول أنه بدء نقل الغاز من خلال اليونان عبر عدة خطوط وخريطة الطاقة تغيرت في أوروبا لا سيما اليونان. ما هي أبرز ملامح تغيير خريطة الطاقة على الأقل في اليونان؟ نعم همام، بعد التحية، بالفعل رئيس الوزراء اليوناني كيريوكوس ميتسوتاكيس على هامش المشاركة في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعث بهذه الرسالة وأكد على أن اليونان يعني عادت بقوة وتغير اقتصادها وهي تعتبر ركيزة للاستقرار وأمن الطاقة في هذه المنطقة التي تشهد تحديات عديدة. أهم البنود طبعا هو ذكر أن اليونان تحصل على الطاقة من الرياح والشمس وهذا الشيء يعني غير مكلف ورخيص جدا. اليونان لديها حاليا أكثر من 12 جيجا من طاقة الرياح والشمس وتستطيع أن يكون لديها أكثر من ذلك، مع أنها أيضا تستخدم الغاز الطبيعي في حالة يعني في بعض الحالات. عموما اليونان يعني تستطيع خلال هذه الفترة أو خلال الفترة المقبلة توليد الطاقة من الشمس، من الرياح، من باطن الأرض، من الطاقة الكهرومائية. كل هذه الأشياء تؤكد على يعني أن اليونان هي تعتبر من عاشر دولة أو من الدول العاشر الأولى في العالم التي تستطيع أن يكون لديها طاقة جديدة ومتجددة وطاقة خضراء. وأيضا أشار إلى أن الاقتصاد اليوناني الذي بدأ في التحسن وحصول اليونان على درجة الاستثمار بعد 13 عاما بسبب الأزمة المالية، أشار إلى موضوعات أخرى عديدة جدا تؤكد على دور اليونان المحوري في المنطقة وخصوصا أيضا في موضوع الهجرة غير الشرعية. نعم. في موضوع العلاقات مع بين اليونان وتركيا، كل هذه الأمور همام أثارها رئيس الوزراء اليوناني في اجتماعاته في نيويورك، وسوف نرى خلال الفترة المقبلة أيضا الاستقرار السياسي حيث تم انتخابه لمدة ثانية. شكرا جزيلا عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة اليونانية أثينا.